هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الشباب البحريني بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يصادف يوم 12 من أغسطس من كل عام، معربا سموه عن فخره واعتزازه بما يمتلكه الشباب من طاقات وأبداعات ساهمت في المشاركة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة التي تساهم في تطور ونماء وطننا العزيز. وأكد سموه أن البحرين أولت اهتماما كبيرا للشباب واعتبرتهم المحرك الرئيسي للتنمية في جميع المجالات وشركاء في صناعة القرار، فضلا على أنها منحتهم الدعم والمساحة لتطويرهم والارتقاء بقدراتهم وبناء شخصيتهم بالصورة الصحيحة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضاف سموه أن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله قد وجه من خلال المشروع الإصلاحي لجلالته لتوفير البيئة الملائمة للشباب وتشجيعهم على العطاء والبذل والإبداع والمشاركة الحقيقية بما يسهم في الديمومة التنموية. وأضاف سموه أن عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد ركز وبشكل واضح على تنفيذ البرامج الهادفة لتعزيز دور الشباب في بناء المجتمع من خلال دعمهم وتحفيزهم على الإنجاز وتقديم المبادرات التي يمكن من خلالها مواصلة تنفيذ الجهود التي تساهم في تطوير وارتقاء مختلف قطاعات الدولة. وثمن سموه الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في ترجمة توجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله من خلال تنفيذ الخطط الداعمة للشباب نحو إطلاق طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل المشاركة الإيجابية في العمل المجتمعي. كما أشاد سموه بجهود وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة هشام بن محمد الجودر في إطلاقها للبرامج والفعاليات الشبابية التي تساهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز قيم حب الولاء والوطن وتغرس في نفوسهم العطاء والتضحية، مؤكدا على الجهود المستمرة في إعداد الشباب ودفعهم نحو التسلح بالعلم والمعرفة واكتساب المهارات وتطوير الذات.